ورجعنا لكم تاني، وفقرتنا اللي جايه هتكون عن العبايات والعبايه. قطعه مهمه قوي في دولاب كتير من المصريين، ومش بس المصريين، معلبنا العربي كله طبعا. زي بقيه الازياء، العبايه لها موضه، قصات، الوان، اقمشه، بتتغير كل موسم، وده اللي هنعرفه النهارده من مصممه العبايات هاجر اسماعيل، براند عبايه. مساء الخير يا هاجر، ومنوراني. عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. هاجر، انت لسه قايله لي قبل الهوا ان انت بقالك ابتديتي من 4 سنين. اشمعنى اتجهتي للعبايات؟ هي البدايه ان انا من سبعة يعني وانا عندي 17 سنه كنت بلبس عبايات. من 17 سنه؟ وانا عندي 17 سنه فيعني كل اللي يشوفني يقول لي انت لابسه عبايه ليه؟ العبايه دي بتاعت الستات الكبار. فلا، انا لازم اغير. يعني ايه بتاعت الستات الكبار؟ يعني مش واقفه عند الستات الكبار بس. ففي فتره كده ما كانش يعني اللي موجود مش مناسب ليا. جوزي باكتر حاجه قال لي ممكن تجربي حاجه جديده. يعني جربي شوفي ايه اللي انت عاوزه تعمليه واعمليه. حبيت اجرب لون. فانا واختي اقترحنا لون كان لون بيج وقتها. حاجه جديده، ما كانش فيه حاجه اسمها الوان. هي العبايه كريب حرير معروفه، ومفيش الوان اسود. فدي بقى عملناها 2017 ونزلت ترند. كانت اول حاجه تتعمل. كل اللي شفنا جايبينها منين جايبينها منين. قلت لها تعالي ننزل ونشوف الدنيا تمشي ازاي. فنزلنا ترند رهيب. جت بقى الفكره واحده في واحده في واحده. الموضوع مشي بقى. بقينا بنعمل ديزاينات جديده، الوان جديده، اقساط جديده. بس هي بدات من هنا. طب انت قلتي حاجه مهمه قوي. فعلا العبايه بتكبر. السبب ايه؟ السبب الالوان؟ سبب اللون؟ والقصه. والقصه، كنت اللون والقصه. فانت غيرتي الفكر ده. ما انا شايفه المودلز باكسي حاساهم بنانيه قاعدين لابسين عبايات. هي مش واقفه عند بس حد. انت فعلا صح، فعلا العبايه دايما بندي الناس اكبر من سنهم. الناس اللي بيلبسوها مش شرط واحده محجبه تلبسها، ممكن بنوته من غير حجاب. الحاجات اللي هم لابسينها ممكن البسها على فكره، على البنطلون جينز زي ما هم لابسينها كده بالظبط، مش شرط حجاب. طب تعالي نشوف كده قبل ما نتكلم في الحديث اكتر من كده. تعالي نشوف. انا حاسه ان عبايتك اكنهم كارديجنز. صح.
عشان تقدر تناسب المحجبه والغير محجبه. يعني دي لو لبست تحتها اندر دريس كم خلاص هي بقت محجبه طرحه بس كده، هي بقت العبايه اتقلبت لواحده محجبه. اوكي. مش محجبه تقدر تلبس كده. طب قولي لي حاجه، هل انت شايفه تصميم، يعني انت طبعا دخلتي على طول على تصميم العبايات كده، هل تصميم العبايات اسهل تفتكري من تصميم السواري وال ريدي تو وير، على الرغم ان افكارها مش كتيره، يعني عارفة انتي محدودة برضو مهما تبتكري في القصات محدودة برضو بقصة معينة بستايل معين. بس اسهل في التصميم، اسهل بكتير. اي خامة تنفع بيها، أي خامة. يعني اي قماشة. انا كنت لسه اسألك، هل في قماشة معينة تنفع بيت؟ كل القماشة تنفع بيت. يعني ده شيفون، ما كانش في حد بيعمل عباية شيفون. انا اخر واحد شيفون. الأورجانزا ده محدش بيعمل فيه أورجانزا في عباية. اوكي. ممكن اعمل عباية كاملة جوبير، مفيش حد بيعمل عباية كاملة جوبير. حاجات مش شرط كريب وحرير. امال ليه زمان كانوا مقتصرينها على اقمشه معينه؟ عشان العبايه كانت لها طبع معين او شكل معين ما ينفعش. انت خرجتي عن النطاق ده. يعني بصي اول واحده دي لذيذه جدا، يعني بصي اهي اللي باحمر القماشه دي، قماشتها ايه؟ دي كريب. كريب. وحلوه قوي الاسود بالاحمر دي. طب حاجه زي كده دي تبقى لبعد ظهر شويه؟ ممكن بعد الظهر شويه. ودي ممكن البسها محجبه او مش محجبه؟ ممكن بنطلون وتمشي كده مش محجبه. وممكن لو انا برضو يعني مش عايزه حتى رجليها تبان اقفلها تماما. في منها موجود تتقفل خالص. طب قولي لي اصعب قماشه بتحسي مع تصميم العبايات ايه؟ شيفون. ليه؟ عشان هو يعني مش ماسك نفسه. يعني مش ماسك. صعب شويه. انت اللي بترسمي الموديلات وبعد كده بتبعتيها تتصنع ولا انت اللي لا انا مش برسم بقلم وورقه. يعني ممكن انا ابص للخامه اعرف خلاص هينفع تتعمل ايه. طب انت اللي يعني مين اللي بيقص ومين اللي بيعمل؟ اللي بيقص ده حد يعني حد ماسك شغلي هو اللي بيقص لي، لكن اقول له ايه على ايه، انا اللي بختار الخامات، الشكل هيبقى ايه في النهايه. ممكن الشكل في النهايه يكون محتاج تعديل عادل فيه. طب دي قماشه ايه اللي شايفينها دي؟ دي سوفت. سوفت؟ يعني ايه قماشه ايه؟ تنفع للشميزات. اسمها سوفت؟ اسمها دريسات. اوكي. دي ابي تعمل منها دريسات الحمالات. عادي برضه تمشي عبايه. اوكي. ويا جماعه فعلا العبايات انا حاسه ان فعلا زي ما بقول زي الكارديجان، ممكن حتى اشيل الحزام، ممكن البس لو انا حتى عايزه بسيطه جدا. بسيطه. على فكره اقول لك حاجه تانية، هو ينفع كاش مايوز كمان. والله بجد. كاش مايوز على البحر عادي جدا. يعني الاوف وايت اللي الشيفون اللي جايه اللي هي اخر واحده دي تنفع اوسيشن على بحر. ايوه. او على شورت مع توب وده يتحط عليها، ليه لا يعني خالص. يعني اللي جايه دي دي لذيذه قوي. دي اصعب قماشه اللي انت بتقولي عليها. بس انت عامله فيها موديل وحركه طبقات كذا طبقه فوق بعض. طب عايزه اسالك حاجه، بتفكري يعني برضو انت مهما تفكري في ديزاين زي ما بقول لك محدوده، بتطلعي افكار منين؟ ولا هل القماشه اللي بتديك الافكار ولا ايه؟ لا القماشه اللي بتديني الافكار. يعني انا مثلا نزلت وما كنتش عارفه انا هعمل ايه، يعني دي انا ما كنتش عارفه اعملها ايه، بس شفت الجبير ده فقلت هعملها من هنا، من هنا جبير، وهدخل معاها حاجه منفوخه كل ده وانا واقفه زي ما انا. انت لابسه دي تعتبر عبايه برضو؟ ازاي بقى؟ فين العبايه؟ اوكي. انا فاكراها سكرت وتوب. دي عبايه. ايوه انت قافلاها من هنا عبايه.